يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول عليك وجه الله هل هذا حلف بغير الله؟ لا يجوز، هذا ما هو بحلف، هذا شفاعة، جعلت وجه الله شافعا عند المخلوق، جعلت الله واسطة بينك وبين المخلوق. وقد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال نستشفع بالله عليك، لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع. نعم.